السفلي، طالما نحن مختفيين بدهم يأذوا الشباب. الرئيس ما بيقدر يعمل شيء. هو يعيش وما بدنا منه شيء. وين نحن يا عبد الحي؟ معلم، اجينا لهون بالصدفة. هذا مستوصف. حكينا مع الأخ ميماتي، بعد شوي بيجي. بس يوصل من روح. لا تقلقوا علي، بلا ما نلتهي كتير هون. لو تتصل بالدكتور مرة تانية تأخر. كان لازم يوصل، بيته قريب ليكون صار معه شيء. رح روح شوفه وارجع بالإذن يا شباب. أخ حسني، اتصل بميماتي عالسريع. الله يخليك. على راسي معلم. الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية. غريبة، بالعادة ما بيسكر الموبايل. آدم، أمور معلم. مين عامل لك قتلة؟ مو مهم معلم. مشان ما نقتله عمران توكل فيه معلم. ما قصر فيه. أنا منيح يا شباب، لا تقلقوا. معلم لازم ترتاح شوي. عم ارتاح عبد الحي. ليش تأخر هالزلمة؟ حسني اتصل مرة تانية. الله يخليك. لساته مسكر معلم. أنا قلقت هلأ. خلينا نطلع ونروح على محل تاني. مثل ما بدك عبد الحي. سيد حسني، جهزوا السيارة لنمشي. اللي بتشوفوه مناسب حضرتكم. المسدس فيه 14 طلقة. معناتها أوصهم كلياتهم وخلي معك 4 طلقات. ماشي. رجال مين هدول؟ رجال وورال؟ ما بظن معلم. ممكن يكونوا رجال مورو، بس كيف أخذوا خبر؟ نحن اجينا لعندهم برجلينا. حسني وينه يا آدم؟
لف لورا معلم. طفي الضوء عبد الحي. لك شو عم تعمل يا حسني؟ أفضل أشكال مكافحة الإرهاب الرد بنفس أسلوبه. حضرت قنينة مولوتوف. معلم بقي 4 رصاصات. بماتي. روح جيب السيارة بسرعة. حاضر. انتو بخير؟ مناح اخي. اليوم القبر عم يهرب مني يا ميماتي. لحياة لحياتني، شو اعمل؟ شو هالحكي يا معلم؟ الله لا يحرمنا من شوفتك. ايه هلا وين بدنا نروح؟ حسنت يا عبد الحي وبلشت تسأل اسئلة؟ عدم المؤاخذة يا جماعة، النزيف لسه مستمر ولازمه مداخلة طبية. يلا نروح. بس لوين بدنا نروح؟ امشي للطريق العام دغري ولما نوصل رح اقول لك. وين بدهم يروحوا؟ مراد على مدار حيموت. عم ناخد خبر عن حدا. عمي عمر، سألت بمديرية الأمن مو هنيك، المستشفيات مو هنيك، الشباب اللي بالمكتب ما عندهم خبر.
نحن كمان عم نحاول نتصل فيهم، ما وصلنا لحدا. اللي واقفين على الباب هن اكيد بيعرفوا وينهم. خالي نازك، لو كانوا بيعرفوا اكيد كانوا استنوهم. ما عم يستنوهم يجوا، واضح انهم ما بدهم اياهم يجوا. لو على الاقل ناخد خبر انهم طيبين. لو كان الخبر سيء كنا سمعناه من زمان يا نازك. كان اجى الطبل والطبال وطبلوا وزمروا بالدنيا كلها. آسف إنه إزعجكم سيد ميماتي، بس مجبور أسأل لأنه نحن هلأ على مفرق طرق، فلوين بتحبوا نروح؟ ولا يهمك، امشي على اليمين. أخي ميماتي لمعلم لازم يرتاح. تعرف لك شي دكتور؟ لا والله ما بعرف، يا ريتني بعرف، بس في الدكتور كرم معالج فيزيائي. هذا ما بيمشي حاله. لو نطلب من الدكتورة أوسو ما بتفيدنا. ما بتصير. عدم المؤاخذة، وانت كمان ما بتعرف لك شي دكتور؟ ما في لزوم للدكتور، اذا منلاقي ممرضة بتكفي. حسني وقف. وقف شوي شوي يا حسني، انا قلت لعقلك وقف مو لرجلك. هنن ما قدروا يقتلوني، انتو بدكم تقتلوني. بس نرجع لورا، رح نروح على اليسار مثل ما بتأمروا سيد ميمة. قلتلي ما اجي، بس ما حبيت اطلع من هون قبل ما ودعك. يا روحي قلنا لك لا تضغطي علينا، بس ما قلنا لك لا تجي لعنا يا هانس الفت. خليل بيك، انا عم بضغط عليك شي؟ استغفر الله، لما انت بتجي بحس قلبي نط من جواتي، هذا اللي قصدته. مرتاح بغرفتك الجديدة؟ منيحة الحمد لله، البركة أربع حيطان وين ما كان نفس الشيء. أنا عم زعلك شيء؟ أنا لما أشوفك إيه بزعل وبفرح بنفس الوقت، في شيء مني بيفرح كتير وفي شيء مني بيزعل كتير. أي طرف بيفرح؟ هون بيفرح كتير، بس هون راس سميك بيضل بينهشني نهش. أنا من يوم ما عرفتك مبسوطة وسعيدة. ولك شو عملت لحتى صرتي سعيدة؟ ما في لزوم تعمل شي، حالتكن هي بتسعدني. كيف بيصير هيك؟ بتفكر بالتانين أكتر من حالك وبتقدرهم كتير منيح. الفت خانم. نعم. الشيء الحلو هو انتي. يلا تأخرتي، لا تخلي امك تستنى كتير. بدك شيء من برات المستشفى؟ سلامة روحك، شو بدي غير هيك؟ طيب تصبح على خير. وانت بخير، انتبهي لحالك. ها مين انت؟ وشو لك شغل بغرفة المحكوم؟ انا عم بشتغل هون. ولك انت مين بتكون؟ قلي، اذا بدك تسأل سؤال شوف.
هن لابسين بدلات رسمية. شو هالعلاك اللي عم تفرجين عليه؟ تفضل شو بدك؟ قول. ايه انسي الفت انت روحي. شو مفكر حالك زعيم المحل هون؟ عم تتأمر وعم بتقلي روحي. ورجيني هويتك. لا حول ولا قوة إلا بالله. ممرضة؟ وشو لك شغل هون؟ أنا موظفة بهذا القسم، عم تابع حالة المريض. خلص دوامي وقبل ما أطلع مريت شوفه. ماشي فيكي تروحي. مراد على مدار وينه؟ ولا إذا الدولة ما بتعرف، أنا بدي أعرف قاعد بين أربع حيطان. وإيمت آخر مرة شفته؟ الأسبوع الماضي شفته. إجا زارني وشفته. خير يا طير، أنت ليش هيك معصب كتير؟ شو صار لمراد على مدار حتى تسأل؟ أنا ما قلت لك تسألني، قلت لك جاوب على أسئلتي. أنا ما بفهم عليك بنوب. أنا ما بعرف شي وما بدي أعرف شي. ما بتخلوا حدا يفوت لهون، فهمتوا؟ بدي عيونكم مفتحة 10/10، بتراقبوا لي هذا الباب وبس. أسرع شوي لو سمحت. سيد ميماتي، عدم المؤاخذة يا أختي، المعلم مراد جريح، لازم نغير له على الجرح. السيد مراد وين؟ بالسيارة؟ هون. ألفا، شو مع مين عم تحكي يا بنتي؟ في مريض من معارفي بالسيارة، رح شوفه وإجي فورا أمي. ما بينترك المريض يا بنتي، يتفضل لجوا. تفضلي. يلا معلم. يلا تفضل. شو شكرا. يلا معلم. معلم دخلوا على هاي الغرفة. أخي إجوا اليوم جماعة على المستشفى. مين؟ ما بعرف، بس ورجونا هويتهم وسألوا خليل بيك عن السيد مراد على مدار. أكيد بدهم يدوروا بكل محل، هدول ما رح يتركونا أبدا. يسلم عبد الحي.
نعم أخي. خلينا نتناوب. أنا مو نعسان معلم، أنا بمسك مناوبة الليل. أنتوا بهالفترة ريحوا روسكن وعضلاتكن، طبعا إذا بتسمحوا. ماشي سيد حسني، شوفوا شو بتحتاج الآن سألفة. على رأسي يا معلم، تفضلي حضرة الممرضة. أخي بلا ما نحكي شيء قدام البنت مشان ما تقلق. شو حكينا عبد الحي؟ لك أنت شو صار لك؟ بعدين هي أخت رجال، ما لك خبر إنه الخال رح يتجوزها؟ بالمعركة اللي خضناها ضد القوات المعادية خسرنا 7 من شبابنا. ايه شو صار بالقوات المعادية؟ لأن نصبوا لنا فخ يا سيد مورو، نفدوا بدون أدنى خسائر. مين بعنا يا ابني؟ ما بعرف معلم. أنا بعرف، اللي نادانا لهنيك هو اللي بعنا. شيتين أمرك سيدي، جيب لي العميل أوهو لهون. ماشي أنت طلع. معلم هذا السافل عم يكذب، هدول فشلوا بس. بالله أنا كمان بعرف إنه عم يكذب. شو بنعمل؟ منقول عن حالنا فاشلين؟ بدك نقول نبعنا؟ هلأ شو بدنا نعمل معلم؟ بدك نقوس واحد بريء؟ تعرف لازم واحد يدفع ثمن هالفشل يا تشيتين؟ شو رأيك أوصك إلك؟ ها؟ اجا حسني. فوت ابني هات لشوف. ليش يا ابني؟ شو لزومهم هدول؟ يا خالي هذا البيت ساكنين فيه نسوان، انا قلت ما في شحاطات رجاليه. ايه ليش لحتى ما يكون فيه؟ ليش ما بيجي على البيت ضيوف رجال؟ فوت ابني فوت. حطيناكم معنا بموقف محرج. استغفر الله، وين الحرج؟ كيفه الخال؟ منيح بس ما بيعرف شي عن وضعك، اذا سمع بيزعل كتير. معناتها انت لا تخبري. ما عنا غير هالخال بلا ما نزعله. روح ساعد الأخ حسني. جاي لساعدك. ساعد لشوف. شو رح نعمل يا عبد الحي؟ ما معنا حتى سلاح مثل الناس. الشباب بين إيدين هداك السافل. أخي إذا ما أمننا سلاح منجيب من المستودع. أقولك ما بيعرف المحل اللي بالغابة؟ إذا ما بيعرفه بيكون المحل الوحيد اللي ما بيعرفه. مماتي عبد الحي. ما
معلم انت لسه ما نمت؟ لازم نخلص الشباب من ايد ورال. بيكون سلمون لحقان؟ قوصته بس ما مات. شو بتفرق يا معلم؟ ورال ولا حقان؟ لا تسألني عن الفرق يا ميماتي، سأل عبد الحي. المهم نحن لازم ننقذهم وين ما كانوا. يا جماعة هي مو جمهورية موز، نحن ناس عنا ثقة بالدولة وما عملنا شي غلط. بيسألونا هلأ كم سؤال وبحولونا لمديرية الأمن. عم تحكي مظبوط تركي بيك، عبد الحي وقع بجمهورية الكيوي ما هيك؟ أنا لا بفهم لا بالكيوي ولا بالموز، حتى ما باكله. بدهم يحفرونا مثل البيتنجان، هاد متأكد منه مثل اسمي. ليش شو اسمك انت؟ لا تتمسخروا. لا اذا ما حفرونا مثل البيتنجان بيحفرونا مثل الكوسة. معلم ضمن النظام ما لك معارف ابدا؟ يا اخي الحلو، بما اننا هون هذا معناته انه النظام صفانا. شو سيد تركي، انت كمان صرت تفكر بسلبية؟ شو بدنا نعمل يا اياد؟ البيتنجان والكوسة عم يطيروا بالهواء. حاليا نحن بمؤسسة رسمية ونحن هون ما في مشكلة، أما إذا نقلونا من هون مثل ما قال هلأ أخونا عزت لا يحفرونا حفر. شو؟ جاي فورا. شو إلك شغل هون البير؟ جاي زيارة. بعد عن طريقي. هذا اللي عملتوه ما بليق فيكم. إذا بدنا نعدل مولاي ببدأ من الجرافيت يا أورال. المؤسسة هلأ إلي، يلا روح من هون. رايحين يا أخي الحلو، كان عنا شوية وراء ذكرياتنا، وحتى ما تطلع الذكريات برا المؤسسة حرقتن. يكون بعلمك رح حاسبك على هالعملة. الزم حدودك يا أورال، الزمها. الدولة ترفع الزلمة وبتوصل لنقطة معينة، وبعد ما بيوصل لعلوم معين ساعتها بتقله أنا هي الدولة. طيب بعدها بتعرف شو بصير يا أورال؟ كفوا ايد اللي دخلوا هدول على المؤسسة. Thank you.
شو عم تعمل حسني؟ أنا ما بحسن أقعد بدون شغل يا معلم ماماتي، وما في عنا غير تنظيف وتحضير الأكل، وأنا اخترت التنظيف. صباحك عسل يا حلو. أنتوا غريبين بس نحن أغرب. ليش حظنا دايما مع هيك ناس؟ ما عم بفهم. عبد الحي قوم. صار شي أخي؟ يعني لازم يصير شي عبد الحي. صار الصبح. شو بو ميماتي؟ المعلم ميماتي كمان مريض شغل، هو كمان مثلي من قلة الشغل ما بيعرف شو بده يساوي. كيف صرت معلم؟ أحسن يا ميماتي. بعد كم يوم بتصير أحسن؟ لما برجع المساء بعلق لك السيروم، وبعد السيروم رح نحاول نحلها. نحن منحل الباقي أنسة إلفا، أنت حتتأخري. طيب إذا صار شيء أمي بتعرف رقم تليفوني. ماشي، شكرا. خدي يا روحي، خدي خدي بنتي. الله ييسر لك شغلك يا بنتي. آمين يا رب العالمين. خاطرك أمي. الله معك. والله حلال على الخال، ملاقي بنت ما بتلتقى بهالزمان. لا بنت ما بتلتقى يا ميماتي، من النادر بهالايام الواحد يلاقي بنت مثلها. شغلته كمان صعبه. معلم شو رايك روح جيب سلاح، وبعدها بحاول اعرف محل الشباب. ماشي مماتي، بس انتبه، حاطين رجالهم بكل محل. بنتبه معلم. شو رايك اخذ حسني؟ مجنون ما مجنون، بس بيسوق سيارة على الأقل. ميماتي خلي الموضوع بيناتنا، هو عن جد مجنون. لا تقولها معلم، معناتها يبقى هون. طيب ميماتي بيبقى هون. لا يا معلم ما قصدت هيك. واحد موسوس مثل تركي كيف بيشغل بجنبه واحد مثل هاد؟ ما بعرف، مفكره موظف صحة، وقبل ما يجن كان موظف صحة. وانت منين بتعرف هالشي؟ ما نيمني للصبح يا ميماتي، حكالي. ونحن مفكرينك عم ترتاح يا معلم. خلاص برتاح. معلم الفطور جاهز. تركك من الفطور هلا، عنا شغل سوا. أنا ما بقدر أبدأ النهار بشكل صحي بدون فطور يا سيد ميماتي. شو منعمل؟ سلامتك، فطار وبعدين منطلع. فضلت معلم. العفو. ادخل. سيدي لهلأ ما في صوت ولا أثر لمراد علمدار. بتسلموا رجاله كلهم لحقان، وبعدها أكيد بيطلع. حاضر سيدي.
ادخل. رح يبعثوا لنا رجال مراد على مدار. ليش مين في بالمجموعه؟ عبد الحي وميماتي؟ هدول اثنين لا. ما بيطلع من الباقيين شيء، خدن واضربن. اسمع، إذا وقع بإيدينا ميماتي أو عبد الحي خبروني. أمرك سيدي. أعطونا معلومات؟ من كم ساعة ونحن موقوفين هون؟ منيح، اجينا نعطيكم. بدكم تروحوا؟ لوين؟ على الأمن ولا على المدعي العام؟ لما بتروح بتشوف. عصبوا لهم عيونهم كلهم. لك أنت عيون مين بدك تعصب يا سافل؟ نحن خرفان ضحايا حتى تعصبوا لنا عيوننا؟ شوفوا شغلكم. حاضر سيدي. شو خود امسكوا يلا خود سوق هذا كمان امشي لا تخوف يلا عود يلا عود عود خود هاد يلا امشي امشي عود لك شوربة يا ابني. ليش عذبتي حالك يا خالي؟ والله مالي نفس. ما بيصير هيك ابني، لازم تاكل حتى تقدر تقوم. ماشي خالي مثل ما بدك. يلا يلا. لا لا انا بشربها لحالي، وضعي مانو سيء كل هالقد. ابني انت عزابي ولا متجوز؟ فيكي تقولي عزابي. ليش؟ معلم عبد الحي اذا خلصت بلم السفره. ليش مستعجل شي؟ بدك تروح على شي محل؟ لا انت كيف تعرفت على حقان؟ انا عرفت المعلم حقان عن طريق الأستاذ جيم المحامي؟ ايه معلم هو بيعرف الشباب يلي منمشي معهم قالوا لنا حديثه حلو فنحن رحنا وبعدين عجبني اللي حكى وشفت انه هو بيهتم بالشباب وبيساعدهم بعدين لما سألناه شو منقدر نعمل وجهنا
واتصالك مع حقان؟ بيوم من الأيام قالونا قائدكم حقان وهيك صار. وبعدين؟ بعدين معلم بعت لي وقال لي بدي كلفك بمهمة، والباقي انت بتعرفه. طيب ليش ما كملت شغلك على آخر؟ كان فيك تقتل المعلم. الحقيقة كان المعلم بيقدر يقتلني بعد الطعنة ما وقع على الأرض. لو بده كان قتلني بأرضي بهديك اللحظة. فهمت إني غلطت. مين ما كان محله كان قتلني. بعد اللي صار قلت له لحقان؟